الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيك. انا عادل. عادل كم سنه عادل؟ انا 35. 35 سنه. بنتكلم النهارده عادل عن سواد القلب. انا عايز اتكلم في النقطه دي برضه. اتفضل تحت امرك. هي الواحده صديقه عندي. واحد يعني المشكله مشكله صديقه عندك مش كده ولا مشكلتك مع صديقه؟ لا لا خالص، يعني انا بتكلم هي صديقتي وكده وبتحكي لي اللي بيحصل معاها. ظروفها صعبه جدا. اتجوزت من 5 سنين، هي عندها 24 سنه دلوقتي. يعني اتجوزت وهي عندها 19 سنه تقريبا. ما عادتش شهر اتطلقت. طبعا هي اتطلقت لسبب، يعني جوزها ما كانش كويس، ما كانش راجل. فهمتني؟ هي دلوقتي طبعا لما رجعت بيت ابوها تاني اكبر معامله، شتايم بالفاظ بذره. ده اهلها اللي بيعملوا معاها كده؟ ايوه. ده علشان اتطلقت ورجعت يعني؟ بالظبط. هي طبعا هم خايفين عليها، بس ده مش هو. مفيش محبه في قلبهم ليها. بدليل ان هم لو بيحبوها ما كانوش سموها في الاول زي كده. النقطة الثانية دلوقتي حبت ان هي تبص لمستقبلها وتكمل تعليمها والكلام. دخلت معهد في بورسعيد، راحت قعدت فيه وعاشت لوحدها فيه لمدة سنتين. نفس المعهد خدت الشهادة ورجعت. إهانة وضرب وضرب والكلام ده. ما اشتغلتش؟ اشتغلت، نزلت شغل. ومع الشغل برضه نفس المعاملة. ده من أهلها برضه. بيبص للحاجة اللي خدتها القايمة بتاعتها يعني. طبعا هي نزلت حاولت ان هي تكمل دراسه، عايزه تشغل وقتها بره البيت. دخلت معهد طبعا غالي، بفلوس غاليه. المفروض ان هي دلوقتي في وسط امتحانات كده. فجأة ان هي بتكلمني امبارح بتقول ان هم ضربوها. انا عايز اقول لك هي بتقول لي ده هم عورني في وشي وعورني. ليه كل ده؟ ليه؟ مش عارف. انا مش عارف. بص يا بي، اكيد في حاجه انت ما تعرفهاش. انا شفت اهلها. أهلها أصلا يعني ما بجد في مرة بتكلمني بتشتمها قدامي. ما ينفعش. هو ما ينفعش، ما ينفعش حتى لو هي مثلا هي بتغلط، ما ينفعش تيجي قدام واحد صاحبها مثلا أو صديق ليها. بص، في ناس عندها قساوة قلب كده، بس أنا ما أعتقدش إن قساوة القلب دي بتبقى في المطلق كده من فراغ، أكيد فيها شيء أنت ما تعرفوش في داخلياتهم. صدقني يا أسامة، أنا البنت دي عارف طبعها عامل. يعني هي مش هتوصلهم ان هم يعملوا معاها كده. ومع ذلك انا بصبرها، بقول لها استحملي. كذا مره تقول لي عايز اسيب البيت. اقول لها ما ينفعش. لا ابعد حلول. انتوا اصدقاء بس ما فيش مشاعر ما بينكم؟ لا خالص. ما فيش حد تاني؟ طب هي ما عندهاش اطفال طبعا؟ لا لا. ما حدش يتقدم لها؟ ما فيش عريس جالها؟ ما فيش اي حاجه من دي؟ هي بتحاول ان هي تشوف دوت طبعا في مجال ان هي مجال شغلها او كده. هي عايزه تبعد عن البيت. لدرجه ان هي امبارح بتقول لي شوف لي شقه انا عايز امشي. وهتمشي تعيش ازاي؟ بكلمها في كده برضه، هي كل اللي في دماغها هي مش قادره تقعد في البيت. واهلها هيسيبوها تمشي؟ هي مش عارفه تمشي ازاي من اهلها اصلا. ما هم مش هيسيبوها. ما هو انت النهارده لو اتدخلت في ده وانت اللي شفت الشقه عشان تسيبوها، انت هتخش في دايلما انت في غنى عنها اساسا. هيبتدي يتقال ان انت بوظت البنت وانت اللي حرضت البنت وانت اللي عملت. لا ما ينفعش ده اساسا. انا مش هعمل كده، وعايز اقنعها بدوت، بس هي مش لاقيه. مش لاقيه حل. اولا هم ما بيدوهاش مليم. بتنزل تشتغل وتصرف على نفسها. يعني ده غير المعامله طبعا. طب ما هي ما حاولتش تصلح المعامله مع امها واهلها؟ بتحاول. مامتها من حوالي مثلا شهر رجلها اتكسرت، هي اللي كانت بتخدمها. تيجي برضه بعدها تنسى ده كله. نزلت امبارح تروح تمتحن، اول ما ترجع تسلط ابوها على يضربها. اكيد في حاجه غلط. بص معلش اسمعني بقى، في حاجه، في مفك في الموضوع ده مضروب انت مش عارفه. في نقطه، في طريقه معامله معينه، في او في تاريخها شيء مع اهلها، او في طلاقها مع اهلها بلف معين انت مش فاهم ايه اللي حصل. في حاجة حصلت هي اللي خلت أهلها حاطينها تحت الميكروسكوب بالشكل ده. دي أول حاجة، لأن مهما كان الأهل في قسوة
ممكن تلاقي الاب قاسي الام لا، الام قاسيه الاب لا، الاب والام قاسي في الاخ لا، في حاجه هي اللي بتخليها كده. انا رايي تستحمل لحد ما ربنا يبعت لها عريس، وما تستعجلش حتى في الجواز لو ربنا بعت لها عريس، عشان ما تاخدش اي حد وتخرج من البيت فتلبس جوازه تانية اسوأ من الاولانيه. ورايي كمان ان انت ما تحاولش تشجعها باي شكل من الاشكال على انها تسيب بيتها، لان كده انت اللي هتشيل الشيله، او بمعنى اصح انت اللي هتدفع الفاتوره، والفاتوره دي مش فلوس، الفاتوره دي ان انت الشاب اللي لعب في دماغها، الشاب اللي اساها على اهلها، الشاب اللي شجعها انها تهجر بيتها.